اهلا 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 يا الف خطوه عزيزه. اهلا بيك يا حسين بيه. امرني ايه المطلوب؟ تتفور واذا قدرت تسيحها وتصبها من جديد موتوسيكلين على توك توك يبقى كسبت ثواب كبير قوي في الناس. اعتبره حسن، ناكل لقمه. لا معلش، عندي مشوار مهم. العربية التانية جاهزة؟ العربية جاهزة ومستنية من بدري، بس والله كده ما هينفع سليمان باشا. هطمن على اخويا واولاده بسرعة كده، وبعدين لازم ارجع الغردقة، انت عارف الباشا ما يقدرش يستغنى عني. ربنا يديم المعروف ويخليكوا لبعض. السلام امانة، وبلغ سالم بيه انا دايما تحت الامر. الامر لله. سلام يا حبيبي. الف سلامة. خد يا ابني، وصل المرحومة المشرحة. سلام يا بابا. سيد سلامتك. ألف سلامة. أنا مش وصيتك يا بابا تاخد بالك من صحتك. شفت اللي حصل يا سيد؟ بقول لك يا بابا، أنا اللي عايز أشوفه اللي عايز أسمع. أنا كل اللي عايز أشوفه إنك واقف على رجليك تاني. شفت الزبدة بس مش كفايه كل اللي انت فيه ده بسببها؟ لسه باقي عليها. الله يلعن ابو اليوم اللي دخلت في حياتنا. لا لا يا سيد، شو خاطري يعني؟ دكتور خير يا دكتور؟ طمني. احنا من ساعه ما جه بنحاول نظبط الضغط ونسبه السكر في الدم، ومش لازم يتعرض لاي انفعال من اي نوع. طيب المستشفى مش محتاجه اي حاجه، اي مصاريف؟ لا خالص، المستشفى ده تابع للسجن، وبعدين الاداره مكفله بكل حاجه. شكرا دكتور. الراجل اللي جوه ده حياتنا كلنا، من كبرنا لصغيرنا روحنا متعلقه بيه. ابوس ايديك، ابوس ايديك، خدوا بالكم منه. يا اهلا يا اهلا يا الف ميت اهلا وسهلا بالعزيز الغالي. اهلا بالباشا الكبير. حضر السفره يا موجه. معقول يا باشا؟ كل مره هتكلف نفسك كده. ده ولا حاجه يا سولي. الله، ده انت صاحب بيت يعني، من دقله وفتله. ربنا يخليك لينا يا باشا. ليك وحشة والله يا سولي. ملمومين عليا، اكمني وحدانيه، خلاص ما بقاليش ضهره تسرد عليه. تسلم لي يا سبعي. قال ايه؟ عايزين يمنعوني ان انا اتجوز في البيت. مين؟ مين ولا مين؟ ده عاملين رباطيه عليا، العلبه وعصابه. تعالى بألف سلامه يا حبيبي، على مهلك، على مهلك قوي انت جاي يا سيد الرجاله. خليكوا واقفين كده زي ابو الهول، اتحنطوا، فاكرين نفسكوا ايه؟ هتهتوني؟ وحشنا يا اخويا. انت اللي وحشنا يا طارق. الله اكبر الله اكبر، العصابه كملت. بعتوا جبتوه، خليه ينفعكوا. ازيك يا سيد؟ ازيك يا اسامه؟ تعالى يا طارق. ازيك يا ورده؟ تسلم لي يا سيد. استناني هنا 5 دقايق وهجيلك. تضربني يا ابن فرحات يا واطي، يا لهوي.
معلش كان لازم اعمل كده. اتأخرت عليك؟ لا بس ماما ليه كانت بتزعق بره؟ عشان يا سيدي بابا كان وحش. يلا البسوا عشان هننزل نروح مشوار مع بعض. مش كنا استنينا عمي لما يخرج بالسلامة ونطمن عليه؟ عمك فرحات هيبقى زي الفل. ما تضيعيش الفرصة بقى عروسة ولا ايه؟ صرفتي نظرة عن الجوازة ولا ايه؟ أنا؟ طب أهو ما تحفيش. دورك يا عريس. ربنا يخليك لنا سعيد. ده وقته. اخلص. فصعبك ورموها. امضي الشهادة الأول. الشهادة الثاني. يلا. في أسهل. هنشتري جاي يلا. امضي. بيدي الشمال. لا. امضي. أنا عمري ما مضيت على حاجة يا سعيد. بيتك، حد يقول كده؟ حصانة. بس هتعشونا. ده مأذون. أنت مش مضيت؟ يلا. استناني جنب العربية لحد ما حاسب وأجي لك. ماشي. معاك بقى خلاص ما عادش في سنت واحد في معدتي لأي حاجة تانية. يا عم بألف هالة وشيفة، هو أنت أكلت حاجة؟ ألف هالة وشيفة، خد احفظ بدول. أهم دول بقى يطيروا أعظم انتفاخ في الدنيا. ربنا ما يحرمني من كرمك يا باشا. ولا من عينيك يا سولي وودانك ولسانك اللي بيجي لي كل شهر بأحلى أخبار تطمني على حالي ومالي ومحتالي، اللي في دنيا سالم الجرح اللي لا أول ولا آخر. اليومين دول الغزالة بعافية والمزاج مش ولا بد. ازاي؟ ليه دعوة بالفلوس اللي عنده؟ ما هي كلها منفذة على بعض بس من بعيد شوية. الله خير يا سولي طمني. واد ظابط كده كان مضيقة على الباشا ومضايقه قوي ومرخم على الآخر. طب وبعديه؟ انت عارف سالم بيه بقى، دايما يقابل الإساءة بالإحسان. أهو شوف الظابط قاعد يعمل ويسوي قد إيه، وفي الآخر يكون رد الباشا إنه يساعده يخش الجنة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، صحيح شر تعمل خير تلقى. وهتعملوا إيه مع الداخلية؟ هتاخد لها يومين وتهدى، ربنا يكون في عونهم. عندك حق، البلد مخرمة في إيديهم زي الغربان، لو سدوها من هنا هتخر من الناحية التانية. المهم إحنا في السليم؟ طبعًا. ده انا الراعي الرسمي يا باشا. ربنا يطمنك يا سولي يا ابني، فرحتني.